وخبر لا حلو كمان طب يلا لجمهور النادي جمهور النادي الاهلي. الاهلي يعني ايه النادي الاهلي طبعا في التصنيف موقع العالمي فوتبول داتابيز، يس ده بيطلع تصنيف كل شهر تراكمي. موقع ايه يا فندم؟ فوتبول داتابيز ده موقع متخصص بالتصنيف الانديه يعني على مستوى موقع العالم. معانا كده حبايبنا ولا ده موقع لا عالمي يا موقع فندم؟ عالمي يا فندم، مش كالصفيح يعني؟ موقع عالمي بيحط مش النادي الاهلي في يعني التصنيف بتاريخ يوم 4 طيب تمام نوفمبر، النادي الاهلي على المستوى العالم بيحتل المركز رقم 45 على مستوى على العالم. مستوى العالم. افريقيا الترتيب في الاول طبعا، على مصر الاول، الاول افريقيه الاول افريقيا والاول على مصر، وال45 على العالم، والتاني عربيا بعد الهلال السعودي. نعم قدامنا الترتيب ده اول 5 انديه في افريقيا، الاهلي الاول، الثاني ب 1720 نقطة، النقطه، الثاني سان ماموريدي سان داونز، داونز 1634 نقطة، الثالث الترجي الرابع 1611، الرابع مازيمبي ب 1577، الخامس بيراميدز ب 1566 نقطة. 65 نقطة، لا 1500 1565 اهو، مظبوط كده؟ انا قلت حاجة غير كده؟ طيب دول الخمسة الأوائل. وبعد كده الجيش الملكي، الرجاء، بترو اتليكو، الهلال، الوداد، الزمالك. الزمالك بيجي في المركز رقم 11 على افريقيا، بيراميدز في الخامس افريقيا، وال175 على العالم. نعم الزمالك ال11 على افريقيا وال274 على العالم. نعم قدامنا برضو التصنيف اهو، الزمالك 274 على العالم وال11 افريقيا والثالث على مصر. بيراميدز تفوق على الزمالك، بيراميدز كده بسبب وصوله في ان هو لا بيلعب دوري مشاركاته ابطال في دوري افريقيا، ابطال نعم وان هو يعني نظام النقاط بيروح للفرق اللي بتشارك دايما في باستمرار في دوري دوري الابطال الابطال، بياخد بيبقى ليها اعلى. افضليه في النقاط اعلى من اللي بيشارك في الكونفدراليه. نعم هاتوا بقى الاول عالميا كمان، الاول عالميا دلوقتي على العالم في الموقع مانشستر سيتي نعم ب 2088 نقطه، الثاني ريال مدريد، الثالث برشلونه طبعا عمل قفزه كويسه احتل المركز الثالث، وكسبان دلوقتي في بطولة أوروبا كمان. انتر ميلان، ليفربول، دول اول خمسه. طبعا نعم النادي الاهلي في ال45 متفوق على انديه بحجم مين؟ مارسيليا الفرنسي، جيرونا الاسباني، ريال بيتيس، بورنموث، متفوق على مانشستر يونايتد، يعني مانشستر يونايتد تحت الاهلي رقم 50. ما شاء الله. في انديه كمان برضو، ريفر بليت تحت الاهلي، في انديه من البرازيل، سبورتينج. انديه كتير. لا ده دي لا الانديه دي سبورت من السادس ده الاول، انا لل14. طبعا متاسف. السادس الارسنال، السابع بايرن ليفركوزن، سبورتنج لشبونه، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، اتلانتا الايطالي، دورتموند رقم 12، لايبزيج لايبزيج. رقم 13، بورتو 14. نعم فالنادي الاهلي في يعني ما شاء الله متفوق على انديه زي مانشستر يونايتد وزي بورتو، جميل انديه عالميه كتير. كالعاده الاهلي مشرفنا ورافع راسنا.